نعود من جديد ونستكمل نقاش ملف آخر تطورات في سهل نينوى، وينضم إلينا مجددا الأستاذ إياد العناز من مركز الأمة للدراسات والتطوير عبر الهاتف من عمان. أهلا بكم أستاذ إياد. أهلا وسهلا بك. تحدثنا قبل قليل عن ردة تفسيركم لردة فعل هذا الانتشار الأخير لميليشيا الشبك. ما هو الهدف الحقيقي لميليشيا الشبك من نشر هؤلاء المسلحين في الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى سهل نينوى وتعطيل الناس عن أشغالهم اليومية؟ يعني حقيقة أثبت أحداث اليوم التي جرت في محافظة نينوى وتحديدا في منطقة سهل نينوى أنه ليس لحكومة بغداد وجميع أجهزتها الأمنية والعسكرية القدرة على التحكم بالوضع الأمني والمجلس الأمني في العراق، وإلا ما هو تفسيرنا إلى قيام ميليشيات لديها أعداد من المقاتلين تتحكم في غلق السيطرات الرئيسية لثلاثة محافظات معقدين كردستان، وتعمل على إعلان العصيان وغلق المتاجر التجارية ونشر مقاتليها عبر هذه السيطرات وإرباك الوضع الأمني داخل مدينة الموصل والتهديد بالقيام بعمليات مواجهة إلى القوات الأمنية والعسكرية. والدليل على ذلك عندما ذهب قائد العمليات في محافظة نينوى وقائد الفرقة 16 في منطقة الشلالات جنوه بعملية ضرب من قبل بعض المقاتلين وبعض أبناء هذه المنطقة الذين حشدوا من قبل الميليشيات الحشد وضربوا هذه القوات في الحجارة. الموضوع يتعلق بعدم قدرة حكومة عادل عماد على إنفاذ قراراتها ومنها الأمر الديواني. الأمر الديواني عندما صدر قبل شهر من الآن يفترض أن يطبق قبل أسبوع، ولكنه لحد الآن لم يفعل. والدليل في هذا السياق بالحديث عن عدم الوضوح أو عدم تطبيق قرارات عبد المهدي ورفض العديد من فصائل ميليشيا الحشد تنفيذ هذه الأوامر العسكرية للقائد العام للقوات المسلحة، إلى أي مدى يعد ذلك دليلا دامغا على أن الميليشيات الطائفية الموجودة اليوم في العراق ترتبط بمرجعيات من خارج العراق؟ هي أكدت بهذا التصرف وأكدت بعدم انصياع لتنفيذ الأمر الديواني بأنها تتلقى أوامرها من الأجهزة الأمنية والاستخبارية التابعة للحرس الثوري الإيراني ومن الفيلق القدس الذي يقوده قاسم سليماني، وكذلك أنه هي تعلم وأنه تقول دائما وقياداتها تقول أن نحن ليس لوزارة الدفاع العراقية أو هيئة الأركان أو وزارة الداخلية السلطة علينا، نحن لدينا مراجعنا الدينية ويقصدون بذلك ولاية الفقيه ممثلة بعلي خامنئي، ويقولون أيضا لدينا مراجعنا العسكرية التي نقضي عليها ويقصدون كما قلت قبل الحرس الثوري الإيراني. كيف يمكن لعبد المهدي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة التعاطي مع هذه الفوضى في سهل نينوى؟ هو الآن يعني الآن أمام معترك حقيقي وأمام يعني حالة لإثبات وجوده، وبالتالي أنا أرى أن هذه الأحداث التي ستحدث هي في مكان مهم جدا. سهل نينوى مكان مهم جدا من ناحية استراتيجية، من ناحية المكانية، من ناحية وجود أكثر من مكونات من المسيحيين ومن الشبك ومن اليهودية ومن العرب والتركمان، ولكنه لا يستطيع أن يتحكم في بقعة صغيرة أو يتحكم مع ميليشيات واحد أو قيادة ميليشيات واحد، فكيف سيتحكم مع أكثر من 62 ميليشيا موجودة قادة لهذه الميليشيات؟ إذا الموضوع هو يعلمه أنه ليس لديه القدرة على أن ينفذ قراراته، وبالتالي يعلم حقيقة النفوذ والهيمنة الإيرانية وأن هؤلاء إنما قوتهم تستمد من قوة قادة الحرس الثوري الذين يدعمون هذا الجانب، وبالتالي عملية زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة نينوى وتحديدا مدينة الموصل هو مشروع يستهدف أهل هذه المدينة. أشكرك، شكرا جزيلا لك أستاذ إياد العناز الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.